سلام من الله عليكم أحبتي متابعي الشرقية، وهذه هي التغطية الخاصة اليومية لمباريات بطولة غرب آسيا اللي انطلقت في 26 من الشهر الماضي مرورا إلى هذا اليوم الأخير اللي اختتمت المنافسات فيها على ملعب كربلاء بتتويج المنتخب البحريني بلقب البطولة. سادتي المشاهدين، اليوم سيكون الحلقة الأخيرة لهذه التغطية المباشرة والحصرية لقناة الشرقية، حيث كنا معكم منذ انطلاق البطولة في كربلاء وأربيل وإلى يومنا هذا في مسكي ختام البطولة. اليوم راح نتحدث حقيقة عن الجوانب الفنية لهذه المباراة. في البداية لابد أن نبارك للأشقاء البحرينيين ونقدم لهم التهاني والتبريك لمناسبة حصولهم على لقب بطولة غرب آسيا في العراق بجدارة. نعم، بجدارة وباستحقاق. الفريق البحريني استطاع من خلال أدائه أن يتوج بطلا للبطولة وأن يكسب احترام الجميع. حظ أوفر لجمهورنا الكريم اللي كان حاضر في ملعب كربلاء واللي قدر بحوالي 30,000 متفرج، بينما كانت الأعداد الموجودة خارج الملعب بآلاف كثيرة، رغم أنه اللجنة المنظمة ومحافظة كربلاء وفرت أكثر من 6,000 كرسي خارج الملعب مع شاشة عملاقة لغرض مشاهدة ومتابعة المباريات. اليوم راح نضع النقاط على الحروف الحقيقة في تحليل فني لمنافسات البطولة عموما ولمباراة العراق والبحرين. والحقيقة اليوم كانت خيبة أمل واضحة نتحدث بها إليكم، لأننا الحقيقة لم نتطرق في يوم على أداء المدرب ولا على أداء اللاعبين، لكن واجبنا يحتم علينا وضيفنا الكريم اللي راح نتحدث معاه بعد قليل نضع النقاط على الحروف في الأداء العام للمنتخب الوطني. المنتخب الوطني اللي للأسف الشديد لم يكن موفقا طيلة مباريات البطولة، حتى وإن وصلنا إلى المباراة الختامية لكننا لم نقنع، رغم أننا نمتلك عناصر جيدة ورائعة هي خيرة ما أفرزته الأندية في مباريات الدوري الممتاز. وبالتالي اليوم للأسف الشديد شاهدنا تفكك في منطقة الدفاع، خطوط مفتوحة في خط الهجوم، ماكو خطة مرسومة، ماكو أداء الحقيقة نقدر نفتخر به. للأسف المدرب صار له سنة وشهرين وقاد المنتخب العراقي إلى أكثر من 23 مباراة، لكن إلى الآن ما عنده بصمات للأسف الشديد في الوقت اللي إحنا طالبنا أن يعني يستقر على تشكيلة نهائية في مباراة البحرين، بعد أن لعب بأكثر من يمكن أكثر من 21 لاعب تم زجهم في منافسات البطولة. راح نتحدث طبعا أنا وضيفي الكريم اللي راح يكون متواجد معي عن الأداء العام لمنتخبنا الوطني في بطولة غرب آسيا، ولا سيما يعني يؤسفني أقول أداء لم يرتقي لمكانة المنتخب العراقي ولم يرتقي لمكانة العراق، بل ولم يصالح جمهوره لاعبي المنتخب اللي كانوا ينتظرون في هاي الأيام المباركة أيام عيد الأضحى المبارك أن تكون هناك عيدية تقدم إلهم جراء العناء السفر والتعب وتحمل الحرارة ودفع مبالغ ومؤازرة وصياحات. لكن للأسف الشديد، للأسف أقولها بمرارة، أكثر لاعبي المنتخب ما يستحقون ارتداء فانيلة المنتخب، سأقولها على مسؤوليتي نتيجة الأداء اللي شفناه. أيمن حسين لا يصلح أن يكون لاعبا في المنتخب العراقي، وإحنا نستغرب شنو إصرار كاتنيتش على عدم استدعاء هداف الدوري العراقي. شوف إحنا ما حكينا طيلة هاي الفترة ولا تدخلنا في أداء وفي اختيارات المنتخب، لكن الآن بحكم خبرتنا وبحكم ما نمتلكه من نظرة فنية وتحليل علينا أن نتحدث الآن، لأنه لا يمكن أن نطلق على هذا الفريق منتخب العراق، رغم أنه نعم ما عندنا لاعبين أساسيين، بس هذا مو حل، لأن كل المنتخبات اللي شاركوا في البطولة ما جابوا لاعبيهم.
وأجوب الخطوط الثانية. لكن هذا لاعبين يعني هل يستحقون أن يرتدوا فانيلة المنتخب الوطني العراقي؟ شنو إصرار عدم استدعاء مروان حسين؟ ثم شنو التعب والعياء والجهد اللي صار عند منتخبنا دقيقة 75-80 كلها وقفت؟ حسين علي قام ما يعرف شو يسوي. لاعبين يعني ما أعرف شو أوصفها. نعم درجة الحرارة أوكي، لكن نفس ما طبق عليك موجود على الفريق الشقيق العزيز المنتخب البحريني اللي أرجع وأقدم له التهاني والتبريك. عموما مشاهدينا الأحبة، يعني هارد لك لجمهورنا العزيز الغالي، هذا أوفر لمنتخبنا، ومبروك للمنتخب البحريني الشقيق حصوله بجدارة، نعم بجدارة واستحقاق، على لقب بطولة غرب آسيا. أهلا بكم سادتي المشاهدين، وهذا الفاصل عن الأشقاء البحرينيين اللي يستاهلون أن يكونون أبطال لغرب آسيا. واسمع صفارة الحكام، بكم أحبتي المشاهدين، وهذه الحلقة المباشرة عبر الشرقية وعلى الهواء مباشرة لنهائي غرب آسيا والتغطية الحصرية لبرنامج الشوط الثالث عبر الشرقية، واللي أرحب أجمل ترحيب بضيفي الكريم النجم الدولي السابق ومدرب منتخبنا الوطني السابق الكابتن ناظم شاكر. كابتن مرحبا بك ضيفا كريما في هذه التغطية. مرحبتين، وأنا سالم بك أبو وعلى أولاد. كابتن ناظم، يعني حقيقة يعني أنت فاجأتنا قبل أيام وقلت مبروك للعراق، فوزنا ببطولة غرب آسيا، وأني بعد الحلقة قلت لك كابتن هاي كرة قدم، وأنت شلون استندت على أنه العراق سيفوز بغرب آسيا ويجتاز المنتخب البحريني، رغم أنه ناظم شاكر صاحب التاريخ الذهبي وصاحب المسيرة الطويلة قدر يوصل إلى قناعة، لكن اليوم يعني حقيقة نقول انقلب السحر على الساحر، وبالتالي يعني تأكيداتك راحت هواء في شبك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أقول هارد لك لمنتخبنا، مبروك للفريق البحريني على هذه البطولة. حقيقة يعني قبلها أبارك لجمهورنا، أبارك لاتحادنا، أبارك للمنظمين هذه البطولة كأول بطولة. هذا عندي بالنسبة لحقيقة هذا المبروك الأول أقوله. لكن إذا تجي على مستوى فريقنا في هذه المباراة، 30,000 اللي كانوا موجودين لحضرتك تفضلت فيهم، تسأل أصغر واحد بيهم يقول منتخبنا شنو النتيجة؟ يقول لك منتخبنا فائز. مو اللي يكون إنهم عراقيين، لا، نيجي من باب الجانب الفني. كل المباريات اللي خضناها قدرنا نسجل بها أهداف. أحسن مباراة للمنتخب كمجموعة هو اليوم، لكن أسوأ مباراة لبعض اللاعبين كأفراد، أنا أقول لك إياها. والدليل أنه شوف أكثر من فرصة، يمكن فقط على يمكن 4-5 فرص وغيره، هو اللاعبين فقدوا فرصة. اليوم الأداء من الشوط الأول كان علينا أنه لازم نحسم المباراة في الشوط الأول. شلون؟
احنا بالشوط الاول بصراحه يعني لعبنا ب4-4-5-1، لعبنا بمهاجم واحد اللي هو مهند. كرات اللي توصل كانت وكان النجاح بها عالي جدا، هو من ضرغام ومن علام هاوي. الشوط الاول كان علام هاوي ومهدي كامل ادوا اداء جيد حقيقه، ربط جد صحيح كان يربط مع علام هاوي. استغلينا اكثر من فرصه من الجانب، لكن للاسف من تشوف الدقيقه 24 الدقيقه 10 حتى والدقيقه 24 والدقيقه يمكن 30 اذا في ذاكرتي سجلتها، انهم تشوف انه الكرات اللي تنعكس على الجانب انه فقط مهاجم واحد واللاعبين بعيدين عن منطقه الجزاء. هذا خلل فني. نعم انا ما احمل المدرب لانه خسر الفريق، اقول المدرب لا، انا قبل كنت اتكلم، هسه اتكلم كجانب فني. الفقرة عندنا بالشوط الاول هو بالتنظيم، استحوذنا لعبنا وصلنا حتى جمل تكتيكية حلوة جميلة اللي كانت ببالي تكلمت لك بيها. نعم احنا افرض واحسن فنيا من الفريق الخصم اللي هم، العفو ما اقول خصم، خلي يكون منافس لان يعني هم اشقاء. نجحنا باكثر من عكس كرة، شوف ايش قد كرات عكسنا للداخل، لكن للاسف الفقر في 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 الزيادة العددية في منطقة الجزاء. من يسجل؟ مهاجم واحد. لا. والاصعب منها انه يعني بصراحة الزيادة العددية يحتاج لنا بالهجوم، طلعنا مهاجم مهند اشركنا مهاجم اخر. يعني طلعنا مهند عبد الرحيم اشركنا على عباس. المفروض يعني حقيقه المباراه نهائيه، واحنا بهذا الاستحواذ انت شفت يعني حضرتك اخ محمد، انا استندت على هذا من قلت انه احنا مبروك للعراق، مبروك للنتيجه. انا متاكد انه الفرص اللي الفرص اللي احنا يعني قدرنا نستغل استحوذنا عليه لو مستغليه كان شفت النتيجه كانت بعيده. هاي واحده. اثنين، بدايه الشوط الثاني انا قلت لك الشوط الاول كان مو مسجل. ليش؟ لانه كنا احنا مسيطرين بشكل تام. لو جاء هدف في الشوط الاول لشفت المباراه بالشوط الثاني كانت يمكن اكثر. نجي على الفريق البحريني، الفريق البحريني باداء يعني واضح انه انت شفت الشوط الاول ما وصلوا هدفنا يمكن فرصه واحده، قدروا يسجلون بكره بزاويه ميته. مجمل انا اقول لك انا من قلت انه فريقنا يفوز. نعم في مباراة اليوم انت 90 دقيقة تلعب بما فيها الخمس دقائق الفريق العراقي يعني بأي لحظة يسجل وبأي لحظة يفوز. لا. هاي واحدة. اثنين، يعني من تجي على فريقنا فنيا احسن من كل فرق المشاركة. لا. مهاريا احسن من كل فرق المشاركة. امكانيات عالية نعم موجودة في ارضك امام جمهورك في ملعبك اكيد هذا يعني يعطيك حارس قوي. كابتن انت مقتنع باداء الفريق في بطوله غرب اسيا؟ شوف انت تجيني انا قلت لك اياها راح ارجع اقول لك ايش قلت لك انا. نعم احنا كفريقنا ما اقول لك مقتنع فنيا، ما اقول لك مقتنع، عندنا 5 أهداف على فرق تعتبر يعني ما اريد اقول لك احنا احسن منها. خاف واحد يجي يقول لي شلون قلبوا البحرين؟ لا ممكن احنا نسجل اكثر في هذه البطوله على فرق يمكن اكثر محترفيها مشاركين. يعني ممكن انت يعني بهذه الامكانيات بهذه المهارات العاليه الموجوده. ارجع واقول لك استاذ محمد خلي يسمعني الجمهور الرياضي كله. نعم. احسن لاعبين بالدوري حضرتك بالتقرير قلت انه لاعبين ما يستحقون يكونون بالمنتخب. نعم. بما فيهم ذكرت اسم هو ايمن. نعم. ايمن شارك في الدقيقه 76 اعتقد 76 اذا ما غلطان، يعني 14 دقيقه لعب ولعب. لا كابتن لا يمكن لا 76 انا سجلت يمكن. لا كابتن اذا مو غلطان انا ما اعرف. لا كابتن بدايه ال 60 اتاكد ما اعرف بالضبط. نعم. المهم وليكن هو سوى. لا خليني اقول لك هذا راح اقول لك سوى. نعم. يعني لو ايمن موجود بالشوط الاول مع مهند يمكن كان اكو جانب اخر. شلون؟ انت نازل 14 انت لو تشوف وضع اللاعب، شوف اللاعب هسه شوف الدقائق اللي نزل بها مهند. لا. تشوفه يريد يستحوذ على الكره في بكل الجو، ما تعرف شلون يريد يجي يستحوذ على الكره. ولهذا خليني اقول لك دخوله شوف سوى فاولين باستحواذ بده يسيطر على الكره سوى فاولين. لا. تباوع على ايمن تشوفه انت اقرا حالته، احنا يمكن شويه انتم اعلاميين احنا مدربين نباوع اللاعب. نعم. دخوله يريد يقدم في شيء، يريد يستحوذ على الكره، يريد ينتج، يريد، لكن في الدقائق الاخيره مثل ما شفت اللعب الطويل صار
وهذا لكون انه هو لاعب جمال عالي كان اعتمدوا عليه انه يهيئ الكرات الجايه. انا سؤالي الله يرضى عليك، انا سؤالي مع اعتزازي بايمن حسين، شوف احنا يمكن اني للمره الاولى اتحدث بها او انتقد اداء لاعب، لان اني حقيقه كنت وما زلت داعم للمنتخب وللاعبين، لكن عندما يصر هذا اللاعب على ان لا يتطور رغم انه حاز على فرص كثيره، فاننا علينا الان ان ننتقد ونتحدث. طبعا انتقادنا مع اعتزازنا بشخص الكريم. اليوم اكو فوضى كانت كابتن ناظم، يعني فوضى عند اللاعبين في مراكزهم. استاذ محمد اذا ركزت على كلام البدايه، قلت كفريق احنا كجماعي فريق جماعي لعبنا كره صح، اما كفردي وايد غلطنا. يعني حسين كابتن اليوم حسين سيناريو يتكرر اللعب كله. حسين مكان حسين علي دوك سنتر شوت على عباس، لو كله لو تفلت لو ايمن وهكذا، وبالتالي ليش مو على وين التغيير؟ ليش ما اخترق من الوسط؟ ليش ما يعني ما في عالم كرة القدم كل المدربين يعملون على نجاح الكرة لوصولها الى السنتر شوت نسميه. من تسوي سنتر شوت انت نجحت، تبقى هنا الواجبات. احنا مشكلتنا الشوط الاول، مو الشوط الثاني، الشوط الاول بدنا نلعب مهاجم واحد، من ننجح بالوانتو بالربط من يصير ستر شوت ماكو لاعب ثاني اخر فقر، اكو عندنا مهاجم واحد هذا صعب بين اربع ثلاث مدافعين. ما اقول لك اربع لان اللاعب هنا هم كانوا يلعبون خمسه لما الكره تعبر الملعبهم واحيانا يدافعون بالشوط الثاني صاروا تسعه من سجلوا. ولهذا انت شوف يعني على الرجل يعني شوف فرص كثيرة لكن ما سجل ما توفق. حسين ما كان بمستوى، شوف يعني احنا مدى اقول لك اكو لاعبين فرديا ما كانوا بمستواهم، اما كفريق جماعي من اول ما لعبنا بالشوط الاول بالدقيقة الاولى لحد نهاية المباراة احنا فريقنا كان مستحوذ على الكرة وكان يلعب وكان ينتقل وكان يلعب كرات. هنا انا اكو نقطة بس لحفيدة كبيرة. نعم استاذ محمد تفضل. هل انه المدرب، شوف يعني خلينا نجي على الجانب المهم، يا مهاجمين يا لاعبين وسط، يا لاعبين وسط، انتقال الكره من توصل في الاركان يعني خلينا نقول بالزاويه الزوايا من مو فضل بالزاويه، لما تنجح انت بالربط بالمدافعين اللي اذا كان مهاوي او اذا كان ضرغام، ونجحوا كثير اليوم كثير نجحوا، لكن للاسف هنا دور المدرب. يعني احنا ندرب ونعرف، يعني انت يا لاعب يا علاء مثلا او نقول مهند او نقول ايمن، الكره في حاله الانتقال الكره بالجانب بطريقه السنتر شوت انا اتحرك على العمود القريب، انت اكسس العمود البعيد، لاعب الوسط يزيد وين؟ للنص الهدف، حتى نملي الهدف يعني الكره ما تروح قريب يكون اللاعب، وسط يكون انه، بعيد يكون انه، هذه بصراحه يعني كل المواجهات شوف. ولهذا ما كنا نسجل، ليش؟ كنا نواجه الكره بحاله الوقوف يعني كرتين دخل علاء من خلف المدافع اللي هو مدافع اليمين اللي يعني كنت جدا كان مجهد جدا كان مجهد. دخل على كرتين من الخلف ولا دخل وياه بس ما قدر يسجل، يعني ما صرف يعني ما قدر يسجل. فاليوم انا باركت الفريق من خلال رؤيتي لفريقنا امام فريق البحرين. اليوم ما لعب البحرين مثل ما لعبوا يعني فريقنا، ما لعب من الدقيقة الأولى لحد نهاية المباراة احنا كنا الكرة عندنا استحواذنا جيد لكن تنظيمنا بالهجوم كان سيء. انا اقول لك ما قدرنا نسجل. طيب كابتن الان نستوقف يعني لمتابعة تقرير يتحدث عن مباراة العراق والبحرين لزميلنا زيد السراج، واللي انتهت المباراة قبل قليل بتتويج المنتخب البحريني الشقيق بلقب غرب آسيا. نتابع هذا التقرير. لم يكن شوط المباراة الأول سيئا للفريق العراقي والذي استحوذ على الكرة معظم الفترات وحاول أن يسجل هدف الافتتاح عبر محاولات تنوعت لكنها لم تعرف طريق المرمى، طريق وصله المنتخب البحريني عبر هجمة منظمة اخترقت الدفاع العراقي من الجهة اليمنى ودخلت إلى الشباك لتعلن عن تقدم البحرين بهدف. الشوط الثاني ظهر فيه الفريق العراقي بصورة أفضل عبر ضغطه الكبير على المرمى البحريني من أجل تعديل الكفة، هجمات وهجمات بالرأس والأقدام والاندفاع،
وتبديلات تليها تبديلات عبر الدفع بعدة أوراق على الحل يأتي منها وينفرج الوضع. رد عليها الأحمر البحريني بهجمات مرتدة كادت أن تسفر عن تسجيل الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بفوز بحريني توج به كبطل لأول مرة على عرش غرب القارة. زيد السراج للشوط الثالث. شكرا زيد على هذا التقرير، وأكيد مباراة يعني حسمها الفريق البحريني بتفكير المدرب. نعم الفريق العراقي استحوذ على معظم الكرات مثل ما تفضل الكابتن ناظم، وبالتالي الحقيقة يعني خل مرات الحقيقة تكون شوية صادمة وثقيلة. هو هذا المستوى الحقيقي للاعبينا في الدوري، يعني حتى نكون منطقيين، هذا المستوى الحقيقي للاعبينا بالدوري. وهاي الأندية اللي المفروض اللي خرجت، أكو أندية سبعينات وثمانينيات وتسعينيات وحتى الألفين كانت تخرج 7 لاعبين للمنتخب و8 لاعبين للمنتخب، أو كانت تسوي وتسقل. الآن الأندية بعد ما عندها القدرة على أنه تصنع نجم، تريد لاعب جاهز، وخصوصا الأندية الجماهيرية، الزوراء، شرطة، طلبة جوية، مدري منه، يقول لك أنا أريد لاعب جاهز في الوقت اللي لو نجي إلى هاي الأندية ونشوف إيش خرجت من نجوم كبار. إذا نحكي على الشرطة فالقائمة تطول، وإذا جينا على الجوية فالقائمة أطول، أما الزوراء فهو مدرسة الكرة العراقية اللي خرجت لنا عمالقة الكرة العراقية، جوي شباب وصاروا نجوم كبار. الآن أسألكم بالله، أي نادي بالعراق جاب لنا لاعب موهوب وطوره وسواه باستثناء ميمي اللي الحقيقة بزغ نجمة مع منتخب الناشئين ويا قحطان كثير وكان هداف للمنتخب، وبالتالي جت الفرصة. لكن احنا هاي الأندية العراقية الميزانيات عشرات المليارات تعجز عن خلق لاعب يترجمون اليوم الكم الهائل من الفرص اللي صارت ما عندنا معقولة. يعني حقيقة اليوم الأداء يعني يعتصرنا ألم، لأنه مو معقولة بعد هذا الجهد والتنظيم وبعد معاناة الجمهور ومؤازرة الجمهور ووقف الإعلام وأمور كثيرة ما نقدر نتوج ببطولة في أرضنا وفي عقر دارنا مع نجوم الدوري العراقي اللي هم أفضل ما موجودين. فحقيقة أنا يعني أريد أقول كلمة للي انتقد أنه شنو المغتربين وشنو اللي ما أعرف إيش وشنو هذه، لا أقول له شوف هاي حقيقة لاعبين اللي موجودين. مع اعتزازي يعني هي المشكلة مو تكمن باللاعب، تكمن بمنظومة الكرة العراقية، ها هي. فإحنا بهذا الأداء يعني يؤسفني أقولها بمرارة وهي نظرة مو تشاؤمية، لا يمكن أن نتأهل إلى كأس العالم بهذا الأداء بهذا الفريق بهذه العقلية وهذه الإمكانية، لأن المدرب أرجع وأقول ماكو بصمة عنده. مرات نشوف مدرب أكو بصمة عنده يقدر يسوي، لكن يعني المسائل الفنية. أرجع وأتحدث مع ضيفي الكريم كابتن ناظم، إحنا اليوم استحوذنا على معظم الكرات، وحضرتك اليوم رميت الكرة في ملعب اللاعب اللي ما استغل أساسا الفرص اللي سنحت له مع الاستحواذ. يعني إذا أكو توتل فإحنا استحوذنا على أكثر من 75% طيلة دقائق المباراة، لكن بلا جدوى. وإحنا سهم نحن نرجع على الحالة الأهم اللي هي ما أريد أجيب لك أمثال، يعني إمكانية لاعبين حضرتك تفضلت بيهم، هاي إمكانية لاعبين بالدوري، هذول من أحسن اللاعبين الموجودين بالدوري العراقي، استدعاهم المدرب بما فيهم. يمكن ضفت اسم ميمي، يعني الرجل هذا لاعب موهوب، لاعب نعم ممكن يعني لو كان ميمي موجود يمكن تصير القوة الهجومية أكبر وأحسن. إذا تحكي نجي إحنا في البداية، يعني بداية حارس المرمى نقول إلى المدافعين إلى لاعبين وسط امتدادا للهجوم، المشكله وين تكمل عندنا هنا؟ شلون تحط الكره في الهدف؟ لا. يعني احنا اليوم كل الكرات اللي جتنا، كل الفرص خلينا نسميها اللي جتنا ما استغلناها بشكل صحيح،
نعم. احنا ما استغليناها بشكل صحيح. التسجيل فقط اللي كان عندنا يعني لو مسجلين هدف نعم ممكن نسجل هدف اخر. المشكله كل الفريق لاعب. شوف يعني انا باوعد اشوف انا من عندي مدافعين مثل ضرام مثل علام هاوي الربط مالهم الجانب صحيح 100% وصولهم الى المرمى البحرين عشرات نقول المرات. تفضل شوف تلاحظ شوف كم ما هذا علام هاوي تفضل يعني علام هاوي يلعب مدافع يمين من يوصل للخط المرمى الخصم يعني اكو شغل اكو عمل صح ما نبخس حق المدرب بهذا الجانب لكن عندنا مشكله بين في مساله الهجوم وهي طبعا مو بس احنا نعاني بها العالم كله يعاني الفريق هسه اي فريق تريد تنظم فريق حتى على المستوى المحلي اجيب 3 لاعبين جيدين بالهجوم بالدرجه الاساسيه لا. يسجلوا لك هدف حتى تفوز او هسه احنا من نحكي نقول ان هذا الموجود منين تجيب؟ انا سبق وان قلت محمد اذا عبر قناتكم او قناه الاخرى كثير تكلم نقول هذا المستوى الفني الموجود عندنا من مالاسيا ولحد الان مشكله بالانديه. يعني اي عقل انديه بحجم الشرطه والزوراء والجويه والانديه الاخرى انه تعجز عن خلق لاعب مثل حبيب جعفر مثل سعد قيس مثل ليث حسين مثل هادي احمد؟ ما هذول اللاعبين منين جو للمنتخبات؟ جو من انديتهم. وبالتالي احنا الان يعني حقيقه يعني مشكله هاي مشكله اذا انديه تعجز عن خلق لاعب. بالمناسبه ترى المنتخب يعني ناظم شاكر اجى للمنتخب جاهز اجى منين؟ اجى من العمال مرورا الى القوه الجويه دز لاعب بروفيشنال اجى للمنتخب يعني لاعب جاهز لان هو وين ابدع؟ ناظم، عدنان، حسين سعيد، احمد راضي، هذا الكم الكبير من اللاعبين كانوا في انديتهم يجون للمنتخب الوطني وهم عندهم المهارات وعندهم الانسجام وعندهم كل شيء وبالتالي يلعبون بالمنتخب. احنا اللي نشوفه الان للاسف الشديد انه الانديه ما تساهم واقولها نعم خلي يزعلون ادارات الانديه بس هذا انتقاد واقعي. يعني الان انطوني نادي سوى لنا لاعبين 3 بحجم الاسماء اللي ذكرتها وبالتالي يعني هاي قضيه لازم احنا نستثمر هاي الاموال اللي تنصرف عند الانديه مليارين و3 مليارات و7 مليارات ليش ما تجيب يعني نخلق لاعب. يعني انا احيي اداره النفط حقيقه اداره النفط اللي ما جابت لاعب سوبر واعتمدت على اللاعبين الشباب وبدت الان تحاول وهاي اداره الكرخ ايضا سوتها مبارك للكابتن شرار حيدر ايضا. وبالتالي يا جماعه حتى نتدارك ولا نرمي الكره في ملعب فلان وعلان ونطلع مظاهرات على الاتحاد ونطلع مظاهرات على كاتانيتش وهسه الان كثيرين راح يشهرون سيف قطع رقبه كاتانيتش ما نريد الكاتانيتش خلاص. فيعني ايضا احنا ما يتحمل المسؤوليه وانما يتحمل جزء من المسؤوليه ولكن مثل ما قال الكابتن ناظم هذا الموجود كابتن يعني اما كان على كلامك شوي تفضل موضوع كابتن نشوف يعني احنا هو الرجل صح بروفيشنال تكلم اذا ذكركم ذكر انه قال هاي اسيا بطوله اسيا بروفا. هو بروفا نعم. هاي البطوله تحضير نهائي ل الدخول بتصفيات كأس العالم وأنا قلت لك أنه مباراة البحرين عليه أن يحدد التشكيلة الأساسية اللي ممكن يلعب بيها مع إضافة لاعبين أو 3 في هذه المباراة. إحنا الرجل ما تقدر حتى يعني هاي حتى رسالة الجمهور الرياضي صح أنت تتألم أنه في ملعبك أمام جمهورك هذا الجمهور اللي حضر 30,000 متفرج وتأخذ بطولة خلينا نسميها بطولة نعم خلي كابتن فرق ضعيف الله يخليك نعم هسه بتتكلم كابتن فرق ما توصل لمستوى العراق أنت بتتكلم وياك تاني لح أقول لك شو يقول أنا لح أقول لك نعم. يمكن إذا أنسى الآني أيضا لح أقول أنا كنت في بطولة أجرب بها اللاعبين أختبر المراكز دا اشوف اخلق فتشكيله وشنو الظاهر اذا تاخذ البطوله؟ شو دخل اقول ماكو مشكله انا قلت خلص لك المنتخب العراقي البطوله نعم انا قلت لك انه المنتخب العراق هو مرشح ان ياخذ البطوله زين. مباراه اليوم شفت يعني من تيجي كاداء جيد جدا فقط السكور ماكو جول ما عندنا هذا اللي كان عندنا نعم نحكي على مهارات لاعبين كيف يسجل
ارجع لك يونس، اجيب لك حسين سعيد، مع احترامي للموجودين هذا الموجود. الله يرضى عليك، بس هذا الموجود عندنا. اقنعني قبل ما تقنع السيد. لا لا انا داخل العالم كله مو لك. بس لحظه واحده بس، يعني على كيفك. يعني هسه افهم من هذا انه احنا اداء المنتخب جيد جدا امام اليمن وفلسطين ولبنان وسوريا، وجينا اليوم والبحرين اداءنا جيد جدا. كلمتي اللي قلتها على البحرين، أنا قلت لك المباراة. لا أنت قلت الفريق كان جيدا. لا مباراة اليوم بالذات اللي قلت لك أنه أنا على يقين أنه منتخب. يعني من وجهة نظرك أدى ما توفق اليوم إيه؟ بس فقط بالتسجيل، أما كأداء شوف أستاذ محمد. لا شوف لجان فنية خلي يسولفوا كل يوم عن المنتخب. الفريق اللي يلعب شوط أول على جهة اليمين، بل عفوا على اليسار بين ضرغام وبين مهدي كامل، الشوط الاول بين علاء مهاوي وبين مهدي كامل، لا وبين صفاء مرات امجد، والربط اللي صار بيناتهم الوصول بهذا الجانب، هذه كره حلوه، هذا كره جميله، هذا تشوف تحس انه اكو لعب صح. انتقلت الشوط الثاني على الصفحه الثانيه بين ضرغام وبين بايش، ودخلنا اكثر من مره. شو يريد المدرب يسوي؟ يوصلك لمنطقه الجزاء. كم سنتر شوت سوين لي انت لاعب طوب وتعرف كم سنتر شوت سوين واي سوين ماكو فريق ترى هالقد يسوي سنتر شوت، بس ما حالفنا الحظ بالتسجيل. زين كابتن، هاي النقطه كابتن، يعني انت من متى توفق بالسنتر شوت وما تترجم؟ لا توفقنا بالسنتر شوت ما انتهت، ما يعني سويت سنتر شوت وما طبت جول. زين انت ما تقدر تغير من رتب الفريق؟ نعم. يعني بدل ما انت تصر على انه العب كرات عمق، العب عمق. لعبت عمق، خمسه نايمين لي ورا، خمسة ناموا لي وراء زين، وثلاثة أمامهم أو إذا مو أربعة وواحد فقط بالهجوم للكرات المرتدة اللي شاغل بيها. كابتن إحنا اليوم عجزنا على الحصول على الضربة حرة مباشرة، والضربة الحرة المباشرة تجي من خلال الخبرة. اللاعب اللي يمسك الكرة ويدخل على منطقة جزاء الخصوم يقدر يحتك ويا المدافعين يحصل على ضربة حرة. اليوم إحنا هذا حتى النقطة اللي كانت يمكن طوق النجاة بالنسبة للمنتخب ما طبقناها. شحت يعني شحتاج يعني خب أحتاج أفوت من أفوت أجتاز أفوت أطلع طلع كرة ممكن اجتازوا. اي احتكاك ضربة جزاء، اي احتكاك ضربة حرة اجتازوا اذا ما ارد ابالغ بال 15 الى 20 مرة جهتين. اي بس ما عندنا محاولات مثمرة على المرمى، ما عندنا تسجيل، ما عندنا جول. احنا خلينا نكون واقعيين استاذ محمد، احنا ما نريد نحمي لاعبين منتخبنا ومنتخبنا، لا يعز بالنفس انه احنا نفوز بالبطولة. هذا قلناه ذاك اليوم، احنا هم جانب معنوي وجانب حتى للمدرب. انت منين جيت كلمة مبروك والبطولة عراقية؟ اظل اقول مبروك، اظل اقول مبروك. لا مبروك مجاملة واحد، مبروك والله العظيم ما اجامل. اذا شوف استاذ محمد انت تعرف يعني لا احتاج اقول لك، ولنا عرفك قد زيلك يحتاج اقول لك ذاك اليوم انت انحسبت عليك مبروك والبطولة. انا اقول مبروك شلون وين مبروك اليوم؟ لو انا فريقي بالدوري، فريقي بالدوري لو هذا اللعب بالدوري وخسراناني ومرت علينا هاي المباراة، وقدمنا مباراة في 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 مباراة مع أندية ما نستحق أن نفوز وفزنا بها. نعم. فأظل أقول للاعبين مبروك، لاعبيني مو المنتخب، ولسه أشوف المنتخب وأباركلهم على هذا الأداء والمستوى، لكن إذا تيجي على المفردات الأخرى شوف. خلو أقول لك محمد، أنا ما أريد أن أتكلم على كذا حتى لا يقول الكابتن ها يقول هذا هيك هذا. لا إحنا أنا ما ممكن أربع الغرض من عنده إزاحته. ألعب بارتكاز اثنين. كابتن هو لازم يستمع إلى 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 العقلاء إلى الخبراء، يعني هو ترى كاتانيتش يعني الله سبحانه وتعالى يقول وفوق ذي كل علم عليم. يعني هو إيش قد عنده علم، هم أكو ناس أفهم من عنده، وبالتالي هو لازم يستمع إلى عقلاء القوم إلى الخبرات. يعني هاي الملاحظات لازم توصل له. هذا محمد أنا يمكن عندي إشكال بشغلة واحدة. أنا بالنسبة لي ما لي علاقة به، هو جزء بنا طريقة لعبة على هذا الحال. أنا ما ألعب مهاجم واحد، ألعب أربعة خمسة يعني واحد. هذا مخلل بالمدرب؟ هذا هو رأي. أنت من تسألني يعني لعب ويا اليمن بمهاجم، لعب ويا فلسطيني بمهاجم، داحكي من تسألني داحكي عن نفسي أنا كمدرب. لا أنا مع نادي الشرطة لا استلمت الفريق 13، هذا مو ترويج ترى ما احب هاي الشغلات، 13 مباراه فزنا في 10، تعادلنا ويا الزوراء وتعادلنا ويا الجو، خسرنا ويا الميناء على المركز الثاني، صرنا ثالث. بس خلي اذكر هالتاريخ، حسين عبد الواحد هسه اعتزل. لا انا لعبت بحسين عبد الواحد فقط ارتكاز فقط، ما اعطيته واجبات، بس لعبت بحسين. بس سويت نفس الوقت لعبت بمروان، والعب كنت مرات بعبودي، العب مهدي مرات لي ورا، والعب هذا المصري على اليمين، وامجد العبه على اليسار، وانطي واجبات للدفاع. اي كره مرتده عندي اشباه وسط اثنين وعندي حسين،
ثلاث لاعبين، كم لاعبين تجيك بالكرات المرتده يخطر عليك؟ واحد اثنين ثلاثه هم انت بصير. بس شنو كنا نسجل وكنا نفوز. فاني رجعت نظري هذا منتخب لكاتاليج. انا ممكن ما العب أربعة خمسة واحد، العب اثنين الفوق ولاعب مثل لاعب حسين مهارات امكانيات الموجوده عنده. نعم. حتى مهدي كامل مهارات نفس مهارات حسين، العب واحد ورا والعب على الجانب الاثنين واعطي واجبات للمدافع اليسار واليمين. نعم. لما يساعدون مثل ما سووها اليوم. نعم. اعطي واجبات ادخل اليمين ويسار للجزاء يصير عندنا زياده عدديه نقدر. نعم. نقوي. نعم كاتانيتش من اليوم اللي استلم المنتخب يامن الدفاع على حساب الهجوم، هو جايب وكانه يعني كانه احنا فد فريق ده نتعرض الى هزائم ثقيلة وهو تفكيره يأمن الدفاع ومعرف إيش. يا أخي بالعكس، العراق من يوم اللي صار مهاجم، والعراق من يوم اللي صار عنده خط هجوم. يعني إذا ريد نذكرهم بالمناسبة، ترى كابتن ناظم ترى أنت تقول، عدنان يقول، كريم علاوي يقول، خلي العلاوي يقول، أنتم مدافعين شو تتقولون؟ يعني فريق كله يقول. ترى أنا ما رجعت لك ليسا على هذا الكلام مالك، من قلت ناظم وفلان 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 ويونس وفلان وحبيب جعفر، هذا أنا ما رجعت لك، المفروض أرجع لك حتى أوصل للجمهور. وصل على الهواء وصل. أنت وقلتها بعد، قلت جيت أنا جيت جاهز. نعم. جاء فلان جاهز، جاء فلان دخل جاهز. النادي سواك. اسمعني خلي أقول لك. نعم. أنا من سواني. نعم. جيت للقوة الجوية بال 77. نعم. أو رأسا انسحبت منتخب شباب ورجعنا رأسا أنا وعدنان منتخب عسكري وطني. إذا أنت بيك مؤهلات. صحيح. من الله سبحانه وتعالى أنت. نعم. موهوب. بس أنت برزت بالنادي. دخل أقول لك جماهيري. هو مباراة واحدة أمام الاتحاد البصري شدت كرة من النص بالعارضة وجمهور الجوية تعرف شكونها. أنت تعرف كل شيء موجود. كنت ويانا مرات كنت موجود هنا. أنا خلي أقول لك إياها للتاريخ، أنا ما أحب أمدح بشخص هذا. يا أخي الجيل اللي راح جيل صاحب خزعل وما صاحب خزعل الأبطال وهشام عطا عجاج وغيره، إجا جيل بعده باقي بروحيته وإمكانيته. سبحان الله، أنت في كأس العالم العسكري عباقرة قاعد احتياط إنه عباقرة زين. منتخبين يعني كنا. صحيح. تيجي بعدها خلي آخر جيله وجيل 2007 كلهم لاعبين جيدين ولاعبين إمكانيات ولاعبين موهوبين. نعم. موهوبين استاذ محمد. اخر جيل هذا احنا بعدها للاسف صار عندنا دروب، بدل الانحدار دروب. ليش؟ احنا حتى الان يعني هذا ما دالوا محداني، لا انديه حضرتك تقول بيها ولا اتحاد ولا اولمبيه ولا غيره. اخي البلد مر بظروف. نعم. صعبه جدا. صحيح. خل اقول لك اياها حتى. نعم. لا ما اريد احمي لك الاخوان اللي بدنا نتكلم فيها، بلدنا مر بظروف صعبه جدا. نعم. هذا الوضع يحتم عليك أن تحكي الواقع، أنه أنت هسه أنديتك اليوم أبو النجف ما منطي فلوس، أبو الديوانية ما منطي فلوس، أبو الطلبة لحد الآن الرجال يعاني، وزراء قاعدة بالمؤسسات المفروض هي وخصوصا قسمنا الرياضية. طيب. كاظم فنجان عندنا الرجل السيد الوزير كان بالميناء معاند شخص وما ينطي النادي نادي بأجمع يعني نادي هذا نادي الميناء. نعم. فأكو كثير من الأمور سادة محمد، أنا يمكن جبت بعض الأسامي لكن أكو حتى على مستوى الزوراء على مستوى الجوية. يعني سؤالي ما يصير. سؤالي أما كان هذا هم سبب، هذا السبب الرئيسي من أما كان بالإمكان أفضل أن نظهر من هذه الصورة اللي ظهرنا بها وفق الإمكانيات. فلوس أكو لعد منين دا ينطون كل لاعب 300 مليون و 400 مليون كابتن ناظم؟ لحجيك أكو هم خلي اجيك شوي. إيه يعني باختصار لانه عندنا تصريح اكو بالمنشية قرأت انه لاعبين المنتخب يعانون من اللياقه البدنيه. اي طبعا، يعني انا الرجل قلت لك ما احمي كاتن جغر ما احمي كل واحد، تعرف انا من احكي دوري. نعم. فريق اطول دوري بالعالم هو احنا. لا. تطلع تيجي تخوض هاي المباراه. نعم. اما يعانون من اللياقه اللي كتب الاخوان يمكن ما يعرفون انه بالاخير تعب، هذا تعب طبعا. انت طالع من دوري طويل تيجي شو يسوي لك المدربان؟ اذا تتذكر قلتها المدرب شو راح يسوي؟ طلبت من كاتنج انه يعالج اللاعبين استشفائيا حتى ما يقدر يعني ما ينطيهم لود بالعمل بالتمرين بالهذا حتى يقدرون يقدموا لك مباراه. نعم.
كابتن ناظم أيضا نذهب إلى تصريح ممثل اتحاد غرب آسيا السيد أحمد قطيشات اللي كان إن هذا اللقاء واللي تحدث عن نجاح البطولة لأنه خلص البطولة راحت إلى أشقاء أعزاء أحبه والمنتخب البحريني الشقيق اللي مبارك له على الجهود اللي قدمها وعلى الأداء لأنه هو لا تنسون تغلب على الكويت وتغلب على الأردن أيضا منتخب الأردن اللي كان يطمح للحصول على لقب بطولة غرب آسيا وتعادل مع المنتخب السعودي ثم وصل لمنتخبنا وتغلب عليه بهدف مقابل لا شيء. نتابع ما تحدث به أحمد قطيشات للشرقية. البطولة الحمد لله بشهادة الجميع وبشهادة المنتخبات المشاركة والموجودة أنا برأيي وبرأي الكثير من الناس هي من أنجح بطولات غرب آسيا من حيث الحضور الجماهيري من حيث التنظيم من حيث الإجراءات الإدارية والأمنية والتنظيمية المستوى الفني ومستوى عالي جدا وكويس نتائج المباريات كلها كانت تقريبا فيها إثارة وفيها نتائج حلوة نسبة الحضور عالي جدا من الجمهور إن شاء الله أنه ربنا يوفقهم ونشوف اليوم نهائي رائع مميز يسعد العراق ويسعد كل دول غرب آسيا. شكر وتقدير للسيد أحمد قطيشات وإلى كل ممثلي اتحاد غرب آسيا اللي كانوا خلية نحل وشكرا لكل من ساهم في إنجاح هذه البطولة أيضا أعضاء اتحاد الكرة السيد علي جبار السيد يحيى كريم كامل صغير علي الأسدي سيد عبد الخالق مسعود الجود الكبير اللي قدمته مجلس إدارة محافظة كربلاء وأيضا محافظة أربيل العزيزة جهود استثنائية رائعة أيضا الجمهور الكريم العزيز اللي كان الداعم الحقيقي لإنجاح هذه البطولة رجال الإعلام والصحافة رجال قواتنا الأمنية العزيزة اللي نوجه لها التحية والاعتزاز اللي الحقيقة لم يدخروا جهدا إلا ووفروا الأمن والأمان وهي رسالة واضحة إلى الاتحادين الدولي والآسيوي أن العراق يتنفس كرة والعراق لله الحمد لم يحصل فيه وإن شاء الله لن يحصل أي اختراق أمني المباريات جميعها اللي كان طرفها المنتخب الوطني العراقي واللي كان حضورها ما بين 25 إلى 30 ألف متفرج كانت سلسة انسيابية الدخول وخروج الجمهور كان رائعا وبالتالي نعم نجحت البطولة بكل المقاييس رغم أنه إحنا نعاني ما نعاني حقيقة يعني بلد يستشفي بلد الآن رجع إلى حضن الرياضة وبالتالي يناط بالعراق بتنظيم بطولة بحجم بطولة غرب آسيا 9 منتخبات في محافظتين أكيد جهد كبير ورائع وبالتالي أقدم شكري واعتزازي إلى كل من كان حريصا على إيصال البطولة إلى بر الأمان والأسماء كثيرة يعني أعتذر من اللي ما ذكرت أسماءهم لأن إحنا طيلة تغطيتنا اللي بدت من يوم 26 الحقيقة كنا نلتقي برؤساء البعثات اللي كانوا ضيوف أعزاء واللي أشادوا بالكرم العراقي أشادوا بالتنظيم أشادوا بنجاح البطولة نعم نجحت البطولة بكل المقاييس وأكيد رسالة نجاح البطولة يجب أن نستثمرها لنلعب على أرضنا في بصرة الخير وهو طموح مشروع أن نلعب في البصرة العزيزة هذا الجمهور العزيز الغالي اللي أوجه له التحية اللي كان حاضر طبعا المباراة كانت الساعة 8:30 بالليل من ساعة بالأربع العصر ومنذ أن فتحت أبواب ملعب كربلاء نشاهد الجمهور العراقي كان جالسا في مدرجات الملعب كابتن ناظم هذه اللقطات اللي وصلتنا الآن حصرية من زملائنا في كربلاء بماذا تتحدث عنها؟ هذا المبروك اللي أقول لك علي يعني. صراحة هي مو نتيجة مباراة لكن تنظيم يعني بصراحة هذا الجمهور يشكر شكر جزيل بهذا الليل مثل ما تفضلت بالأربعة العصر جاي حضوره حتى هو الضباط هذا كابتن هذا الضباط والضباط حضوره هذا انجاز بالنسبة لي أشكر شكر وتقدير لهذا الجمهور الكبير شكر للعراق كله اللي عنده هيك ناس تحب كرة القدم شكر للاتحاد على ما عمل شكر للموظفين الاتحاد اللي با خلف الكواليس ما أذكر أساميهم فلاح خشان وغيره كلهم الموجودين عملوا بشكل كبير جدا شكر لكل من حقيقة ساهم بنجاح هاي البطولة وعتب كبير على كل المؤسسات ووزرائها كل الوزراء الموجودين اللي هم منتمي الأندية لهم عتبي كبير على إخوان الوزراء أن يدعمون هاي الأندية
مو فقط الأندية الكبيرة، لا كل الأندية مفروض. ظهر عندنا كرار نبيل في الديوانية العام كان عندي بالنجف، ظهر لاعب محمد قاسم غيره، كلها أطالبهم من عبر منبركم هذا. يا أخواني يا وزراء يا أعزاء، اليوم جنابك وزير في هذا المنصب، وهي الكلام قلت لوزير آني اليوم، أنت في هذا المنصب باكر تطلع من هذا المنصب يجي غيرك، فعليك أن تدعم بقدر الإمكان بالمعقول وباللي يعني حقيقة ما يسبب لك إحراجات مع مؤسساتك، أنه تدعم الأندية، لأنه هذا مهم جدا، الأندية محتاجة معسكرات ومحتاجة كل شيء. أنا رح أسألك سؤال وأترك الإجابة بعد الفاصل. الآن ما علينا أن نفعله بعد أن طوينا بطولة غرب آسيا؟ أترك الجواب لحضرتك بعد هذا الفاصل، راجعين وجواب الكابتن ناظم شاكر. أهلا بكم من جديد، وفي الدقائق الأخيرة أترك الجواب للكابتن ناظم شاكر على سؤالي. لا حول لك أنا السؤال. لا هو شوف أستاذ محمد، حتى على مستوى الفرق الشعبية لما تخسر مباراة خصوصا إذا بطولة، الكلاسيك اللي احنا متعلمين عليه واللي ماخذيه احنا عادة أنه نصلح الأخطاء، نعالج الأخطاء، نشتغل على الخطأ، هذا ماشي في كل العالم سموه له، هذا حتى نكون واقعيين. أنا راح أحكي كذا طق بطق، هذا اللي لحين نقوله. بس إحنا في هذه المباراة بحد ذاتها إحنا مشاركتنا كمدرب، اللي حقوله أنا هو يقوله كمدرب، يريد يقف على حقيقة هذا الفريق وخطوطه، يخلق تشكيلة يشارك بها في تصفيات كأس العالم. فأكيد هو هسه بالنسبة له عند الفكرة الكاملة والواسعة على كل لاعب وإمكانياته، عدتها مع ذاك اليوم أعيد اليوم. اليوم أنا شفت فريقي، أباوع الفريق نجح بالتنظيم، بالانتقال، بالحيازة، بالاستلام، كل الأمور الفنية اليوم سواها، فقط التسجيل في مرمى البحرين. التسجيل إذن علينا إصلاح هاي المنظومة. هو المدرب أكيد أقول لك إياه. أنا طبعا ويحتاج العفو بس ايضا انه لا يزعل جمهورنا على منتخبنا اليوم، هاي بطوله خلي اقول لك اياها بصراحه، بطوله ترويحيه، خلينا نقولها بالعربي الفصيح، ما توكلنا خبز، احنا نريد ذيك الاهم بصراحه، الاهم ذيك. فاحنا نشتغل جمهور، دوله، اتحاد، اعلام، احنا كرياضيين قدامه كنا نساند هذا المنتخب ان شاء الله في سبيل حتى نصعد الى كاس العالم، هاي هدفنا الاول والاخير. اما هاي البطوله هاي مثل ما واحد عازم، واحد جاي من برا وعازم على قوزي، عازم على سمك، ياكل يضرب ديانه زين ويدير رجله ويطلع، والله العظيم بالضبط. خلى اسهل الامور. نعم انا اشكرك جزيل الشكر على تواجدك معي، اتمنى لك الموفقيه وعوده ميمونه ان شاء الله الى معشوقتك الساحره المستديره ان شاء الله. الله يسلمك. شكرا لك كابتن ناظم. سادتي المشاهدين، هذه هي الحلقه الاخيره من حلقات التغطيه الخاصه لبطوله غرب اسيا، كنا معكم في اكثر من 20 حلقة متواصلة يومية الحقيقة لوضعكم بآخر المستجدات. لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى فريق العمل الدؤوب الرائع من الزملاء في قسم التصوير، في الإخراج، في المونتاج، الحقيقة يعني أتقدم لهم بشكر جزيل، لم يدخروا جهدا إلا وأن كانوا معنا في كل صغيرة وكبيرة. أيضا يعني أبارك لزملائي مراسلي البرنامج في كل محافظاتنا العزيزة،
وأيضا كل مكاتبنا اللي كانت خلية واحدة الحقيقة تعمل خدمة للجمهور الرياضي العراقي، وهذا ديدا مجموعة قنوات الشرقية. أشكركم جزيل الشكر سادتي المشاهدين، وأنقل لكم تحيات جميع زملائي في استوديو البث والمصور المبدع وسام خيون، وأيضا زميلي مخرج البرنامج وسيم أسامة، وزميلي اللي رافقني طبعا طيلة البرنامج حسام الدين محمود، وإلى كل من كان معي، وأنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، على أمل اللقاء بكم في تغطيات جديدة وعودة إن شاء الله قريبا لبرنامج الشوط الثالث عبر الشرقية. طبتم في أمان الله، وإذا عندك كلمة باختصار كابتن ناظم ثانيتين لك الكلمة. والله بس فاتني أشكر السيد وزير الشباب على تواجده وتواصله بالصغيرة والكبيرة، لا فقط لأنه في كل صورة أشوفه هو موجود، وهذا شيء يفرح. شكرا كابتن ناظم ولك التحية أيضا. إذا سادتي المشاهدين طابت أيامكم أعيادا وتبريك، وإلى حلقة جديدة أقول لكم في مالها.